الصعب فات واللي جاي احلى ان شاء الله باذن الله. تفائلوا بالخير تجدوه. وانا بستقبل نجمنا النهارده كابتن اشرف ممدوح. افتكرت ان احنا في نفس المكان ده وفي ظروف مشابهه اتقابلنا مرتين، والمرتين كانوا قبل نهائي دوري الابطال والحمد لله الاهلي، وكانوا بعد غياب وبعد اشتياق شديد وكبير جدا من الاهلي وجماهيره لبطوله دوري الابطال. حققنا النجمه التاسعه والنجمه العاشره. اتمنى ان شاء الله يكون لقاءنا النهارده فال خير وتكون بوادر وبشرة النجمة ال11. مساء الخير يا كابتن اشرف. مساء الخير يا احمد، دايما ببقى سعيد جدا بوجودي معاك، طبعا موجود في شاشه على شاشه قناتنا طبعا قناه النادي الاهلي. بيتك دايما ومكانك. والحقيقه يمكن كنت بقول الصعب فات لانه الحقيقه الاهلي واجه ظروف صعبه جدا الفتره الاخيره. صحيح. مش بس بتكلم على الماتشين الاخرى، لكن بتكلم على المرحله. فكره انك بتعاني من غيابات كتير، فكره انك انت حصل لك لفتره كده نزيف نقاط وقدمت عروض مش في المستوى، وانت كنت رايح جماهير الاهلي دايما وهي بتلعب الماتشات اللي من النوع ده في التوقيت ده بتبقى عينيها اي جدا على 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 نهائي دوري الابطال. صحيح. لكن بيتهيالي انه امبي كان اخر المطبات الصعبه، والمستوى اللي ظهر بيه النادي الاهلي والروح بالذات اللي ظهرت في نهايه المباراه اعتقد الى حد كبير طمنت الجماهير. تتفق ولا تختلف؟ لا هختلف معاك سنه، ولكن طبعا النتيجه والروح، الروح رجالتنا في المباراه دي والعوده بعد التاخر بهدف شويه بتطمن جماهيرنا، ولكن طبعا الناس قلقانه وانا اولهم قلقان، ولكن دايما احنا متفائلين بشكل كبير جدا جدا برجال النادي الاهلي، لانه شخصيه النادي الاهلي دايما بتظهر في المواقف اللي زي دي. تمام. يعني عجبتني كلمه قوي قوي قلتها انا يعني حاضر الحلقه من بدايتها، انه مش مشكله النادي الاهلي في عدد المباريات او كم المباريات اللي بتتلعب او الضغط الكبير جدا اللي موجود، لان الحمد لله عندنا سكواد حقيقي. معقول. انت لو ما عندكش سكواد انت طبعا كنت ولكن كنت ريحت من بدري. طبعا. هي المشكله الكبيره في تواصل المواسم. هي دي المشكله اللي بتواجه النادي الاهلي، لان ده مش موجود في اي حته في العالم. وده حقيقي. يعني لو شفنا اوروبا مثلا لازم يكون في فتره، لازم في فتره راحه ما بين الموسمين. يعني عشان مع بشر. ده طبيعي. ده المكان يعني المكان لازم يرتاح، فبالك بالبشر يعني. فهي دي المشكله اللي بتواجه النادي الاهلي فعلا، لانه بالفعل انا اعتقد النادي الاهلي هو النادي الوحيد في العالم اللي بيحصل معاه ده. كل اتفقنا قبل كده ان الدوريات في اوروبا كل الناس بتاخد راحه لاستشفاء وتبعد عن الكره عشان تقدر كمان تعمل ريفرش، تقدر ترجع بذهن جاهز وفاضي شويه انك تبتدي موسم جديد. افريقيا بنسبه 100% مفيش دوريات كبيره وقويه، وبالتالي النادي الاهلي هو الوحيد المتواصل طول الوقت في انك دايما بتنافس على البطوله اربع خمس بطولات خلال الموسم. مش بس بتنافس يا اشرف، انت الحصول عليها. انت مفيش واشك انه في نادي على مستوى العالم، وانا متاكد من المعلومه دي بنسبه 1000000%، مفيش نادي لعب هذا الكم من البطولات الدوليه ولعب ماتشاتها كامله على مستوى الكوكب غير النادي الاهلي. ده صحيح.